يعتبر بالنسبه لي. ايه هو تعريف الميزان؟ تعريف الميزان عند التقاء الخطوط البريه بخطوط السكه الحديديه لازم اعمل ايه ميزان؟ ليه؟ لتامين حركه مسير القطارات على السكه وسلامه الركاب والمركبات. طب بالنسبه لي هنتكلم النهارده على انواع الميزانات. انواع الميزانات بالنسبه لي اما يكون ميزان ميكانيكا او اما يكون ميزان ضوئي او ممكن يكون ميزان مطور. يعني مطور يعني ايه؟ يشتغل اوتوماتيك. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نتكلم على الميزانات الميكانيكيه. طبعا عرفنا انواعها. طب انواعها بالنسبه لي وابعاد تشغيلها بالنسبه لي، يبقى هنبص بالنسبه لي برضه في ابعاد بالنسبه لي الى حد ما. لو عندي الميزان يبعد عن البلوك لغايه 20 متر يبقى هيشتغل ويتلبس محل من البلوك. يبقى معنى هذا الكلام لو عندي الميزان قريب من البلوك يبقى بكل بساطه هشغل هذا الميزان سواء فتحه او قفل او التامين او التلبسه بتاعته من خلال البلوك اللي ايه اللي جنبه. طب لو المسافه بعدت عن المسافه دي حوالي كام؟ 250، يبقى ايه؟ يبقى في عندي غفير ميزان، هيبقى هو اللي يقفل البوابه ويدي التليفون لملاحظ البلوك يتلبس على الايه؟ على هذا الايه؟ الميزان. امتى الكلام ده؟ لما يبعد عن البلوك لغايه ايه؟ 250 متر. طب بعد اكثر من كده بعد لغايه حوالي 450 متر، يبقى معنى الغفير اللي موجود هيقفل الميزان ويتلبس كمان الميزان ويدي خبر لملاحظ البلوك يقدر يجيب الايه؟ الملاوينه اسمها ملاوينه حاكم ايه؟ سلكي بيأمن على الايه؟ على الميزان. يبقى في الحاله الثانيه او الحاله الثالثه مغفير الميزان مش هيقدر يرجع الايه؟ البوابه او يفتح البوابه للجمهور الا لما يرجع الملاوينه الحاكمه اللي موجوده في الايه؟ في البلوك اللي هو بيتحكم فيها مراقب البلوك او ملاحظ الايه؟ البلوك ايه بالنسبه له. طب المسافه اكثر من ايه؟ من 450 يعتبر بالنسبه للميزان هيشتغل محلي. يعني بمعرفه الهندسه والاشارات ايه المسؤول عن هذا الميزان وبالنسبه للكتير بتاعنا ان احنا ممكن نحط عليه تليفون بالنسبه لنا. علشان كده ان انت ممكن تسمع على ايه؟ بوابه بتشتغل بالبوك، بوابه بتشتغل محلي، بوابه بتلبس محلي، وكل ده مسميات بعد كده. ان انت لو جالك على الرسم بوابه وتلباس بوابه اعرف انها لغايه كام؟ 20 متر. لو عندي تلباس بوابه اعرف انها على بعد 250. لو جال عندك حاكم سلكي اعرف انها لغايه 450. لو عندي تشتغل محلي يبقى اعرف انها اكثر من 450. وعاده في المناطق السياديه او في المناطق اللي عليها كثافه مروريه عاليه بحاول اشيل الميزان الميكانيكي ده واعمل ميزانيات ضبط بحيث انه ايه؟ يعمل بالاضلاع والاضراس. يبقى الملاونه بتاع البوابه اسميها ملاونه تناسب ايه؟ حاكم ميزان. طب والملاونه الثانيه اسميها حاكم ايه؟ سيمافورات. يبقى انت لما تسمع في الارتباط بعد كده لما نيجي نتكلم عليه تلباس البوابه هو نفسه حاكم السلكي هو نفسه حاكم الايه؟ الميزانات او حاكم الايه؟ السيمافورات. يبقى معنى هذا الكلام المواضيع اتفتحت بالنسبه لك، امتى يشتغل البلوك وامتى يشتغل من خارج البلوك، يبقى الامور وضحت ايه بالنسبه لك. لو شفنا الرسم اللي بيوضح الكلام ده على اساس تبقى الامور واضحه ازاي الايه؟ بالرسومات بالشكل اللي موجود قدام، يبقى عباره عن الرسم اللي موجود ده. لو عندي البلوك ده، فرضنا البلوك اللي موجود ده، وعندي الميزان اللي موجود ده لغايه 20 متر، يبقى معنى هذا الميزان الى حد ما اشغله واتلبس عليه من الايه؟ من البلوك. وده ابسط الامور، ولذلك يعتبر لما اجي اختار مكان البلوك اختاره بقدر الامكان يكون جنب ميزان. جنب ميزان ايه؟ هوفر عماله واحدد المسؤوليه في الايه؟ في الحوادث اللي بتبقى موجوده عندي. اقول له الغفير هو اللي مشكله ولا ملاحظ البلوك مشكله؟ لا ده اتصل بيه، لا ما اتصلش بيه، يبقى بقدر الامكان بخلي البلوك جنب الميزان على اساس ان انا ايه؟ اوفر عماله واحدد المسؤوليه وقت ايه؟ معينه الحوادث. نيجي للحاله الثانيه، لو الميزان بعد عني 250 متر يبقى يشتغل محلي واتلبس عليه من الايه؟ بالبلوك في نفس الوقت. طب لو بعد 450 متر بالنسبه لي يبقى معنى هذا يشتغل محلي وتلبس محلي واحكمه من بلوك الايه؟ بحاكم سلك، وسواء الحاكم السلك او التلبس ده مرتبط بجميع الايه؟ السمافرات. طب الحاله الثانيه دي اكبر من يعتبر من 450، يبقى معنى هذا الكلام الميزان ده هيعتبر هندسه، الهندسه هي المسؤوله عنه، ودايما سواء داخل سيمافور المسافه او خارج سيمافور الايه؟ المسافه.
الكبير بتاعي ان انا كاشارات اركب له بس التليفون، لكن انا غير مسؤول عن قفل الوزلان او فتح الوزلان. وطبعا كلائحه موجوده نتيجه الاخطاء اللي موجوده، غفير الوزلان يعتبر هو المسؤول على هذا الوزلان حتى لو مفيش اتصالات، لانه يعتبر حارس هذا الوزلان، لان اسمه غفير، يبقى غفير الوزلان حارس يحرس الوزلان ويشغل الايه؟ الوزلان بالنسبه لي. الحالة التانية، طب الايه؟ المقاسات البوابات دي الميكانيكية، ممكن أحيانا بتلاقي بوابة عريضة، ممكن تلاقي بوابة ضيقة، اتفقنا على أساس أو مواصفات فنية عندي بوابة إما 6 متر أو بوابة 8 متر أو بوابة 10 متر أو بوابة كام؟ 12 متر، وكل بوابة من دي أو كل ضفة من دي مكونة من وصلات، لو بصينا الوصلات دي وتعرف الآن ويعتبر قايم إيه؟ يعتبر قايم خلف ده، يعتبر متحمل عليه ايه؟ البوابه. لو عندي بوابه 6 متر، 6 متر هتتكون من كام؟ من 3 وصلات، ادي وصله، ادي وصله، ادي وصله. طب بوابه 8 متر يعتبر 4 وصلات، ادي وصله، الثانيه، الثالثه، الرابعه. طب بوابه بالنسبه لي 10 متر، يبقى بعد كده ايه؟ عندي بالنسبه لي 5، ادي 1 2 3 4 5. عندي بوابة وليكن مثلا ايه؟ 12، يبقى 6 ايه؟ وصلات، ادي 1 2 3 4 5 6. ولذلك يقول لك ايه؟ الوصلة لو كلها انضربت، يبقى معنى كذا الراجل لما يروح يصلح ياخد الوصلة وايه؟ ويركبها بدلها. ودايما الوصلات دي مش أي كلام، لا أنا يعني عندي مقاسات ليها، الوصلة 1 و2 و3 لها مقاس ثابت 245 سم، يعني 2 متر 45 ايه؟ سم. طب الوصلة يعتبر رقم كام؟ 4، مقاسها كام؟ متفق عليها 2 متر. طب الوصلة بعضها يعتبر بالنسبة لي ايه؟ الخمسة، يعتبر ايه؟ عندي والله مقاسين ليها. واحدة ممكن تكون 110، وواحدة تانية تكون 65 سم، وعلى حسب ايه؟ البوابة واجمع الوصلات بالنسبة لي يطلع لي الايه؟ المجموع. ناخد مثال، مثال بالنسبة لي، لو عندي بوابة 6 متر، هتتركب من بوابة من وصلة 1 زائد وصلة 2 زائد وصلة 5. والوصله الخمسه دي هتكون كام؟ هتكون اما 65 او 110، لو جمعت 245 زائد 245 زائد 110 الاجمالي كام؟ 6 ايه؟ متر، يبقى معنى هذا الكلام طول البوابه او مقاس البوابه هي مجموعه الوصلات بالمقاسات اللي موجوده دي. طب ناخد مثال ثاني، لو ما ركزش معايا في الاولى يركز معايا في الثانيه. لو بوابه عندي كام؟ 8 متر بالنسبه لي، يبقى 4 وصلات، 1 2 3 وادي ايه؟ الرابعه ايه؟ بالنسبه لي. اول وصله 245، الثاني وصله 245، الثالث وصله 245، الخاره خمسه تبقى كام؟ 65، لو جمعت المجموعه دي هتطلع لك كام؟ 8 متر ايه؟ بالنسبه لي. يبقى نراجع ثاني مقاس الوصلات او نديها لك من الرسومات بحيث الماده العلميه لما تكون قدامك تبقى انت شايف مقاس الوصلات، لان ممكن تنساها، يبقى لحد ما المعلومه ثابته وموجوده ايه؟ قدامك بالنسبه لي. هذه عباره بوابه 6 متر تتكون من وصله 1 وصله 2 وصله 5، والوصله 5 كام؟ 110 سم. بيشوفوا لنا فوق ايه؟ ان المقاسات البوابه يا اما 6 متر يا اما 8 يا اما 10 يا اما كام؟ 12. والوصله 1 و2 عادي بكام؟ 45، والثالث تبقى 2 متر ومقاسها كام؟ الخمسه تعتبر ايه؟ اما 160 او 65 سم. يبقى لو بصيت بوابه 8 عباره عن وصله 1 وصلة 2 وصلة 3 وصلة 5، بس وصلة 5 دي هتكون 65، لأن دايما بقول 1 مقاسها ثابت 245، 2 مقاسها ثابت 245، 3 مقاسها ثابت 45، 4 مقاسها ثابت 2 متر، مقاس وصلة 5 هي الإيه؟ عندي مقاسين 2، إما وصلة كبيرة بيسموها 110 أو وصلة أصغر منها بيسموها 65 سم. يبقى هذه مقاس البوابات وهذه الوصلات ومجموعها الاخر. لو انا بصيت للبوابه اللي موجوده دي، ده عباره عن بوابه مقفوله، بتبقى عباره عن ايه؟ بالشكل الموجود هنا، ادي الوصلات وادي ايه؟ بالنسبه لي يعتبر الايه؟ الدقه، وادي بالنسبه لي القايم الامامي، وادي التلفاز اللي هتلبس عليه، ومجرد البوابه ما بتنزل بتقوم نازله على حافه اليوم اللي موجود ده، وعلشان ما حدش يرفعها او يعملها بقوم جايب عليها التلفاز بحيث ان ايه؟ عندي البوابه اللي كده والتلفاز كامل عليها بهذا الايه؟ الوضع اللي موجود قدامي، يبقى امنت على البوابه باي حال من الحوادث. لو خدنا الرسم كده كبوابه موجوده على الطبيعه، ادي القايم الامامي، ادي القايم الخلفي، ادي التاج، ادي الفانوس، ادي الوصلات اللي موجوده عندي.
ودايما قلنا ان احنا المفضل ان البوابه لازم تكون جنب الايه البلوك، ولذلك يا اما تاخد اول رقمين زي ما قلنا في المخطوطات قبل كده، يا اما تاخد اخر رقمين. اتفقنا على اساس لو البوابه بالنسبه لي على يعتبر يسار البلوك بتاخد اول رقمين في الطابق. ليه الكلام ده؟ عشان ملاحظ البلوك وهو شغال يبقى شايف المزدان اثناء ايه؟ تشغيله. طب لو المزدان على يمين البلوك يبقى لازم ناخد اخر ايه؟ رقمين في البلوك. يبقى معنى هذا الكلام بالنسبه لي ان المزدانات لما نيجي نلخصها هو عباره عن تقاطع خطوط البريه مع خطوط السكك الايه؟ الحديديه. طب انواعها بالنسبه لي انواعها يعتبر اما ميكانيكيه او كهربيه او بالنسبه لي ايه؟ مطوره. لو بصينا كمعلومه بالنسبه لك عشان تبقى عارف ايه عدد المزدات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه 1332. لو بصيت ان احنا طورنا فيه لغايه دلوقتي هنبص ان احنا طورنا لغايه دلوقتي حوالي 480 مزدان. وطبعا في خطه مستعجله ان احنا نحاول نطور جميع هذه المزدات لان هي بؤره الخطر اللي موجوده علينا، واي حادثه بتحصل فينا بيحصل فقد الثقه ما بين الجمهور والهيئه، واحنا بقدر الامكان بنحاول نعيد الثقه بين الجمهور وبين الهيئه. يبقى كده اتكلمنا على المزدات الميكانيكيه. طب عندي زي ما قلت قبل كده برضه ان انا عندي بيبقى عندي منطقه سياديه او محافظه يعني لها اهميتها، يبقى انا بقدر الامكان بدل ما اخلي المزدان الميكانيكي ده اعمله حاجه مشرفه، اعمله مزدان ايه؟ ضوئي. يبقى المزدان ضوئي ايه؟ بالشكل اللي موجود قدامي ده. ان احنا عباره عن بيشتغل باضواء واجراس بالوضع اللي موجود ده. يبقى في الحاله دي بالنسبه للمزدانات اللي على الطرق المهمه او في المناطق السياديه او اللي عليها كثافه جمهوريه عاليه بحاول استبدل هذا المزدان الميكانيكي اللي هو بالشكل ده بمزدان ضوئي بالشكل الايه؟ اللي موجود ده. بيبقى بيشتغل ايه؟ بجرس يعني سمعي و انوار يبقى مرئي، يبقى بيشتغل بايه؟ باللغه السمعيه واللغه الايه؟ المرئيه، وطبعا يبقى اقل من الايه؟ من النظام الايه؟ الميكانيكي، لا الباب انضربت، لا الباب ما انضربتش، وفي الحاله دي بيبقى مكون من ايه؟ من عباره عن اي مقود او اي يمين مقود بالنسبه لي 4 اسس، زائد علامات تحت الراس بالشكل اللي موجود ده، زائد جرس موجود فوق، زائد ضربتين بايه؟ بايده عباره عن ايه؟ فراشر بالنسبه لي وقت الايه؟ المزدهان بيشتغل. طب في الميكانيكا بيشتغل ايه؟ بملونتين، نظام حاكم مزدان وحاكم سيمافور. ما هي اكيد ملونه، حاكم مزدان دي اللي هي بديله للبوابه، المزدان بيشتغل ايه؟ اضواء واجراس. طب لما ارجع الملونه بتاع حاكم سيمافور اقدر اجيب اي سيمافور ما فيش اي مشاكل ايه بالنسبه لي. لكن بالنسبه للمشاريع الكهربيه لا ده طريقه ثانيه بتشتغل غير كده خالص، ان عندي المزدان في المشروعات الكهربيه بيشتغل على اي بعد بالنسبه لي. واشتغل ايه؟ على بعد اقتراب منطقه اقتراب حوالي 2 كيلو، بمجرد ما المنطقه الاقتراب دي 2 كيلو يبدا المزدان يشتغل اضواء واجراس، يبدا مكان المزدان يقفل البوابه الى حد ما يبقى امن ان انا بشغل مزدان على ابعد مسافه عكس ان انا في الميكانيكا بشغله لغايه 450 متر. ولذلك لما اتكلمت على السيمافور قبل كده قلت السيمافور ابعد سيمافور وسط يبعد عن البلوك 450 متر لانه هيحمي المزدان على 450 متر. اما بالنسبه للمزدات المطوره طب اسرع يعني يعتبر مطوره عن النظام الكهربي كمان بحيث ان هو يشتغل بالنسبه لي على بعد الانصباط 2 كيلو بس ايه؟ ما بحطش ايد الفاشل خالص، مجرد ان ايه؟ في سنسور موجود يقدر السنسور بالنسبه لي يقدر يشتغل المزدان تقفل يشتغل اضواء واجراس وبعد دي تايمر معين تنزل الايه؟ البوابه، وبعد ما يعدي من المزدان تفتح الايه؟ البوابه تاني ويبطل الجرس بالنسبه لي. وده النظام الايه؟ المطور. لكن مش مطلوب منك دلوقتي، لان مطلوب منك الماده العلميه هو المزدان الميكانيكي سواء بيشتغل بالاضواء والاجراس او سواء بيشتغل بالضربه اللي موجوده.